اهتمت تظاهرات البحرين بتحريك موضوعات الثورة في سياق الفعاليات المستمرة والتي شددت على شعار إسقاط النظام وخيار المقاومة. ففي بلدة عالي انطلقت تظاهرة مناهضة لمخطط التجنيس واقتلاع البحرانيين من موطنهم، واتهم المتظاهرون الحاكم حمد عيسى الخليفة بالوقوف وراء هذه الإبادة وبدعم ما وصفوها بقوات الاحتلال السعودي. وفي بلدة السنابس نظمت زيارات لأهالي المعتقلين من الطلبة، وعبر الأهالي عن ثباتهم على خيار الحراك الثوري وعدم الحيار في مواجهة النظام. وفي السياق نفسه أقيمت في بلدة الديه وقفة تضامنية مع الطلبة المعتقلين، وشارك فيها الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي. وفي بلدة جنوسان خرجت تظاهرة ثورية في تحدي للنظام وقواته التي اقتحمت البلدة واختطفت 4 من الشبان. ورفع المتظاهرون شعارات طالبت بسقوط الحاكم وتقرير المصير. واستعداداً لفعاليات عصيان الشهيد انطلقت تظاهرات تعبوية في مناطق البحرين وبلداتها، وأبدى المشاركون استعدادهم لخوض العصيان المدني وتصعيد المقاومة لتحرير جثمان الشهيد عبد العزيز العبار. وقد شهدت السنابس تظاهرة نسوية وبمشاركة زوجة الشهيد عبد العزيز العبار التي أعلنت ثبات العائلة على مبادئ الثورة، وأبدت الجهوزية للمشاركة في العصيان من غير الإذعان لتهديدات النظام ووسائله في الترهيب. البحرين أجمعين كليا، شعب البحرين كله هذا ولدهم، وأنا طالب بالقصاص بقتلة الشهيد. التظاهرات التي سجل فيها آباء الشهداء حضورهم الدائم واجهها النظام بالقمع وإطلاق الغازات السامة، وقد جددت المجموعات الثورية حضورها الميداني وردت المدرعات التي اقتحمت البلدات واعتدت على الأهالي والمتظاهرين.